صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأحباش يلعبون ويلهون لم ينكر عليهم، وسمح لعائشة رضي الله تعالى عنها برؤيتهم، فكيف الجمع بين ذلك وبين أن اللعب مذموم دائما؟ اللعب الذي يراد به التدرب على الجهاد لا بأس به، وهذا هو الذي على هذا الذي فعله الأحباش، كانوا يلعبون بالحراب، يلعبون بالحراب جمع حربة وهي آلة الجهاد، تدربون على الجهاد، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ السبق وهو الجائزة، ركوب الخيل والرماية وركوب الإبل، لأن هذه من أدوات الجهاد، هذا تدرب على الجهاد. وأما عائشة كانت صغيرة تلعب هي والجواري صغار، والصغير ما هو مثل الكبير، يؤذن للصغير بشيء لا يؤذن للكبير فيه. نعم.